بزاف اللي ياك شفته، بزاف اللي ياك شفته هناك رخوه، وعلى المال الدايه الهويه، وبزاف اللي ياك شفته رافد بوح حين كبير الدايه للخيريه، مسخوط الوالدين ربي يعلم بيه، ومن الشراه لابس عبايه، مرضي الوالدين نور الله كاسيه، يسلم على اليدين صبحا وعشية، كلامه مقبول والغاشي يبغيه، ومرضي الوالدين عنده قسمية، كي يدخل للدار وامه تفرح بيه، وباه يحدثه بالعقلية. مرضي الوالدين ربي اللي يعطيه، وفي الجنة ياك عنده قسمية، مسخوط الوالدين البيبان تتبلع عليه، وفي جهنم ما يخلد يا خويا. قالها مليك الحق ظهر لا تنبيه، وسيدي ربي يذكرها في الآية، وسادة اللي طاع رضى والديه، في الدنيا سعيد، في الدنيا سعيد يفرح يا خويا. ليش؟ يعني اللي كيكون طايع والديه في الدنيا سعد، الناس تحبه تبغيه، كل واحد غير اللي يشوفه يقول له رواح. علاش؟ الساروت نتاع الوالدين اللي راه خدام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحياتي للجمهور داخل الوطن وخارج الوطن، وخوكم الشيخ علام كل يوم يهديكم فيديو. هذا الكلام رحنا كنفكروا به المرضيين اللي راح طيع الوالدين ويخدم على الوالدين، يجي الصباح أما ادعي معايا أبا ادعي معايا، ماشي كيما ذاك اللي كيتعلم فيهم الفرنساوية وهما ما يفهموش، وهو يسبهم بالفرنساوية وهما يقولها الله يرضي عليك يا وليدي. إيه يا ودي، ها علاش يقول لك الرابح من الوالدين والخاسر من الوالدين؟ بنادم إلا كان يسوى الكلمة ويسوى الهمة يسوى الهضرة مع الرجال، عارف اللي الساروت نتاع الوالدين راه عنده. بنادم إلا شته يعيفوه الناس، عارف اللي كرهوه الوالدين. ونزيدكم واحد الحاجة، هادي باش تكونوا على يقين، كاين بزاف اللي كيقول لك والله يجعل العاقبة تكون تالية على خير، حقيقة، ولكن العاقبة، المرضي منين يكبر يزيان. ينور سبحان الله العلي العظيم، محبوب كاع عند الناس. المسخوط ملي يكبر يكشف له ربي العاقبه ويبقاو الناس يتنعتوا فيه، تسيان له الحاله، تسيان له الحاله ويسعى الخيرات، يبقى دائما مكرفص على الوجه ديالو، اللي يشوفه يلقى الوجه ديالو عليه الغضب. علاش؟ هذيك علامات الله سبحانه عز وجل باللي مسخوط الوالدين، باش تكون على يقين. أرانا نوليو الحكاية، الله يهدي أمتا محمد طريق الخير. قالوا له وليدي احنا يا ضيفناك ثلاث أيام وكبرنا بيك، لكن إلا بغينا نسولوك ما كان مشكل. لا، قال لهم سولو، أنت عاش من بلاد منها؟ قال لهم بالمعنى البلاد العفلانية. واسمو المهنة نتاعك؟ قال لهم أنا إيه. قال لهم حامل القرآن العظيم، قاري 60 حزب الطاهرة، وكان قرأ القرآن وهامل، ومازال نزيد نقرأ ياك. قالوا له رواح، رب العالمين وليدي جابك لعندنا، ولكن غادي تصلي بينا وغادي ردوك إمام نتاعنا. تردوني إمام؟ قال لهم مرحبا، وراك عارف بكري ما كان لا جوامع لا والو، كانوا يديروا غير حويطه بالحجر ولا واحد الخيمه يصليو فيها، عشت كيما اليوم الحمد لله. قال لهم واخا، صلى بهم النهار الاول،
صلى بهم نهار الثاني، صلى بهم نهار الثالث، ولا يعطيهم الدروس كل يوم يقرأ عليهم درس. هذوك الناس ما فاهمينش، ما كاش اللي يوريهم، ندموا على الحياة نتاعهم. قالوا شوف رب العالمين اللي جاب لنا هذا السيد يفكرنا به هو الأخيرة. بقى معاهم هكذا. كاين واحد النهار اللي حتى يجي واحد الفقيه صاحبه حكمت عليه حتى هو بات ثم. قال لك فين يكون العدو يكون الصديق. تعرف هو وياه صلى بيهم حتى هو يا سيدي مع الجماعة ولا خيره وبيت مقصر معاه، وهو يدور في الجماعة قال لهم هذا راكم دايرين فقيه؟ قالوا له نعم. ويصلي بكم؟ قالوا له نعم. وقالوا له هذا ما يخصش يكون عليكم فقيه. علاش أسيدي؟ إنسان طيب وإنسان كريم وإنسان فيه الخير، علاش ما يكونش عينا الفقيه؟ أنت يا جيت طلبتنا ضيف ربي بيت عندنا هاد الليلة بغيت تخرجنا؟ قال لهم لا سمحوا لي. إلا قلتوا فقيه هذا راه عزري. كيفاش؟ هذا راه عزري. إلا بغيتو يعني يصلي بكم ويخصو يتزوج يعمر الدار ديالو يكمل الفريضة، ديك الساعة عاد أقولو بلي عندنا الفقيه. قالوا له واه خينا عرف بلي. قال لهم إلا ما شارطش أنا نشارط، راه عندي الوليدات وراه المسكين وهذا بغا يقبض البلاصة نتاع داك السيد. ناضوا ناس كبار أهل الخير قالوا له اسمعه سير حتى نلغاو لك، راك زدت لنا هاد الهضرة في بالنا وسير حتى نعيطوا عليك. هذا خينا مشى هما يدوروا فيه. قالوا له اسمع السي هذا بغى يجري لك على الخبزة نتاعك، احنا ما درنا معك لا تمان ولا زورني ولا والو، راك تصلي بينا لله وربي يخلصك وحنا راك تاكل معنا وتشرب. لكن هذا الفقيه هو اسمه قال. قال لهم اودي راه الكلمة اللي قالها عنده الحق، إلا بغيت نصلي بكم وتكون الخطبة اليوم الجمعة يخصني نتزوج نفوت الفريضة باش يكون هذاك الشيء على حقه وطريقه. قالوا الوخا دار الجماعة قال هاد السيد غادي نزوجوه، شكون اللي عنده شي بنت نعطيوها له. ناض واحد خينا قال لهم سمعوا انا عندي ثلاثة تاع البنات، البنت اللي بغاها غادي نعطيها له على سنة الله والنبي رسول الله والصادق المعلوم، وهذا الفقيه هذا ما نسخاوش به وما نطلقوش من بين يدينا. يا سيدي صافي الجماعة راهم بغاو يزوجوك ويديروا لك الخيمة نتاعك. ايوا لكني واحد الشر، اما هو عندكش والدين ولا ما عندكش؟ قال لهم عندي الوالدين، عندي أم، عندي با، وعندي واحد خويا. لكن هذا خويا ما كيخدم ما يردم، يعرف غير الماكلة، وخويا من با ياك. قالوا له صحة، انت سير جيب الوالدين نتاعك وحنا غادي نشوفوا الشغل نتاعنا. خينا يا سادات يا كرام راه جاي باش يجيب الوالدين نتاعو، والحكاية راها زايدة قدام. هذه الحلقة الزوجة، تحياتي للإسلام، تحياتي للمرضيين، وهذه راها فيها فايدة، ومازال إن شاء الله نوصلوا على هذا قينا اللي قالوا له الله يجعلنا نستخدم وأنت تأكل، باقي ما وصلناش. والحلقة الزوجة هذه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.